مشاهدينا بجد تحية بحضراتكم مرة تانية في استاد مصر والاستوديو التحليلي الخاص بمباراة سموحة وأنفي، المباراة اللي انتهت بهدفين، الهدف لصالح أصحاب الأرض فريق السموحة. وطبعا دلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة التحكيمية، ومعانا الخبير التحكيمي أكيد كابتن سمير عثمان اللي هيكلمنا عن أبرز الحالات اللي كانت موجودة في مباراة النهاردة. يا مساء الفل عليك يا كابتن. مساء النور يا كابتن، بسلام على حضرتك وكابتن تامر وكابتن أسامة وكابتن عباس عطار. النهاردة كان عندنا مباراة هامة جدا تحكيمين، مباراة مش سهلة خالص تحكيميا، يمكن فنيا الفرق مستريحة اللي كان بمباراة سموحة وإمبي. أدار المباراة محمد الغازي، محمد السيد وأحمد كمال، الحكم الرابع محمد إبراهيم الدسوقي. أما حكام الفيديو النهاردة اللي ظهر دورهم في خلال التسعين دقيقة وائل فرحان ومحمد عبد الحافظ. حالات كتيرة بس احنا جبنا أهم أربع حالات الثلاث تجوال المبدئية. اول هدف لسموحه في شك ان في تسلل، لعبه صعبه، اما نيجي نبص في تمركز رائع من مساعد الحكم احمد كمال لحظه لعب الكره، كره صعبه اخر تاني مدافع من ام بي هو اللي مغطي الكره دي، بتبقى سريعه في الملعب، تركيز مساعد الحكم اداله القرار الصح، ووائل فرحان اكد على القرار، وده اول اختبار لطاقم الحكام بالكامل نجحوا فيه. نشوف الحاله الثانيه، هدف اخر لفريق ام بي، كور برضو من الكور الصعبه اللي فيها حركه، كان فيها تالق بصراحه من مساعد الحكم الاول محمد السيد، واكد على القرار وائل فرحان. الكور دي احنا بنشوفها كشكل عام سهله، انما التسلل لما يكون اخر تاني مدافع قريب من مساعد الحكم تبقى المسافه قريبه، طبعا كان قرار موفق من طاقم الحكام بالكامل. بعد كده نشوف اختبار ثالث برضو النهارده في المباراه، هدف لصالح فريق سموحة كان في اعتراضات عليه، لكن الهدف طبعا سليم 100%. لو رجعنا لبداية الكرة هنلاقي اصلا الاثنين لعيبه امبي هم اللي اصطدموا ببعض وما كانوش تمثل اي خطورة. محمد الغازي امر باستمرار لعب وكان قرار سليم. حتى هذه اللحظة طاقم الحكام علامة كاملة بصراحة. الاختبار الاخراني، فريق ام بي اتحسبت له ركله جزاء، ركله جزاء سليمه 100% طبعا بسبب في لعب باهمال من لعيب سموحه بايديه وبرجله، تم احتساب ركله الجزاء كخطا، لكن وائل فرحان طبعا لازم بيعيدوا الهدف ولازم يعيدوا هل في ركله الجزاء دي فيها حاجه صح ولا فيها تسلل، اما نجربوس كخطا في خطا موجود. قعدنا فتره طويله اعتراضات كتيره من اللعيبه غير مقبوله بصراحه. نشوف بقى هل في ركله جزاء ولا لا، كخطا في ركله جزاء، لكن اللعبه اما وائل فرحان ومعاه محمد عبد الحافظ جابوا لنا بدايه اللعبه ان في تسلل من بدايه اللعبه، وكان بصراحه يعني انا احيي وائل فرحان، انا شايف دي بالنسبه له لعبه الموسم اللي زي دي. طبعا احنا عندنا التصوير يعني لحد ما ربنا يوفقهم ان شاء الله، بس بنحاول نجتهد نطلع الصوره. عندنا لعيب من اللابسين ابيض، عندنا في ثلاث لعيبه، اللعيب الاولاني واضح انه متسلل، اللعيب الثاني برضو واضح انه متسلل، اللعيب الثالث احنا اجتهدنا عبال ما وصلنا له مسابق بكتف يا كابتن تامر، كره صعبه جدا، اللعيب اللي مسابق بكتف ده خد خطوه لقدام واستلم الكره اثر المدافع بقى في تسلل، اي حاجه تيجي بعد كده هتبقى ملغيه سواء هدف او ركله جزاء. برافو على وائل فرحان ومحمد عبد الحافظ انه برضو مساعد، كان مساعد لوائل فرحان، وبصراحه النهارده طاقم الحكام عمل مباراه عاليه جدا ونجحوا من وجهه نظري بشكل عايز اسالك سؤال واحد بس، اتفضل. مش في التسلل، سؤالين، مش في التسلل، المفروض انت بتسيب الموضوع للفار، ليه ندى الحكم؟ كويس قوي، عشان السؤال ده مهم، مهم جدا، عشان الكره دي يا كابتن تامر تمام فيها تداخل في اللعب، انما لو كانت الكره جايه له واضحه من الاول تسلل خلاص دي حاله مكانيه التسلل ما يروحش، انما دي بقى هو اللي يقدر هل المهاجم ده اما خد خطوه لجوه اثر على زاويه رؤيه المدافع ولا لا، فلازم يشاركوا في الكره دي. فبصراحه يعني السؤال ده مهم جدا، وكان في تعاون ممتاز بين وائل فرحان ومحمد الغازي، انا شايف مباراه صعبه من وجهه نظري نجحوا باداره المباراه الصعبه. شكرا جزيلا لكابتن سمير عثمان على التحليل الوافي الشامل لابرز الحالات التحكيميه.